هاي القهوة يا بنات الناعمة اللي فيها الهال وفيها حد يحط فيها مسمار اللي هو القرنفل، أنا ما أحط فيها. حطيت هني فنيال تقريبا فنيال كامل، وهذا ثلاث أرباع الفنيال. أوكي، هذا قياسنا هني. بحط هال هذا هال شوي، وبحط شوية من الزعفران. اوكي، واخليها على النار تفور. هذا بخصوص اللي بيغلى على النار. اوكي، خلينا نحطها هنا بنشغل العقب عليه. عندي الدلة هني، الدلة نفس الشيء، نسوي التلجيمة. بسم الله، نحط هال فيها، وحط شوية من الزعفران. وحط ما ورد. في حد من الناس يحطون شوية من القهوة المطحونة، شوي تقريبا يعني كذي شوي يحطونها. اوكي، نفضل الدلة عدل. شوفي باين طبعا واضح لان في قاعة الدلة. المهم هي هاي تلجيمات الدلة تلجيمات القهوة. وغطي وشغل النار هني على القهوة. اوكي، وعندي هني طبعا القهوة نحن نحفظها في اشياء مثل شي تنحط في الثلاجة يكون احسن. وهني عندي حق الكرك شاي بودرة مع سكر وهيل بس. اوكي، نحط الحين على النار وشوفي. بدأ يفور عندي الشاي يا بنات، بضيف الحليب السائل. الكرك لازم حليب سائل مش بودرة. بخليه على نار هادية، وطي على النار على اساس انه ما يطيش الحليب، في نفس الوقت انه لازم شوي اخذ لك من غلية يعني فوقها. هني القهوة توها بادية فور. اسهل منها ما في، بس لازم تعرفين المقدار كم على حسب قياس الدلة. يعني ماكسيمم ما في الا تاخذ فنيالين قهوة، لا كلهم فنيال ونص وبس، ما بزيادة. خليها تفور شوي بعد فورة فورتين ثلاث، عقب ان شاء الله بنزلها في الدلة. بنزل القهوة يا بنات. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. شوفي لونها كيف، هذا اللون الجميل الذهبي. شوفي الهال، هذا الهال اللي فيها. آخر شيء خلاص، هذا بدأ الكرك الحين يفور. صراحة إذا يبتدي يفور لازم تكونين واقفة عند الغوريل أساس ما يطيش ويخيس الفرن، ويعني أمور طيبة إن شاء الله. بس بخليه يغلى حينا نفس القهوة، يعني غلية غليتين عقب خلاص بنصبها في الدلة. يهم جدر بنات بسوي بلالين، صبنا في ماي حطنا على النار. يعني قبل لا احط البلاليط احط شوي من الزيت، هو ما بلازم بس انا احط زيت لان البلاليط عبارة شعيرية، والشعيرية هي اساسا شو معكرونة، فعشان ما يلتصق او اني يعتين او شيء حطي قطرة من الزيت اثناء ما الماي هذا يفور. اوكي، والامور طيبة. خلاص الكرك هني ماي بزيادة وصبها في الدلة ان شاء الله.
بدأ الماء يفور يا بنات، خلاص بنزل البلاليط اللي هو الشعيرية. أنا استخدم معكرونة الإمارات لأنها وايد ناعمة، والبلاليط كل ما كانت حبة الشعيرية ناعمة كل ما كان أحسن. مش مثل النودلز، لا لازم تكون الناعمة الناعمة، ولا الباكستانية لا. حد يسويها بعد الشعيرية الباكستانية، بس نحن لا، ما تطيب لنا إلا هاي. طبعا الحين ما دام البلاليط في الماي لازم ما تتحركين من هالمكان في اي وقت بيستوي عجين. عينك عليه، يعطيه مال دقيقتين 3 دقائق بالكثير، خلاص لا تغيبين عن الجدر. بدي ما تحصلين كتلة. الناعم 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 لازم. فنحن نستخدم بوردة هذا مع كورونة الإمارات، دعاية ما بدعاية على هاي بلادي، وهذا منتج جميل. خلي شوية ياخذ له فورة وفورتين وعقب خلاص. كيف اعرف ان البلاليط استوى؟ بتاخذين طبعا منه، اوكي ها، بناخذ شوي. في حد من الناس يسوي شي الطريقة هاي، يفرك يعني ويشوف اذا تقطع البلاليط. انا من النوع اللي لازم شوية اكل منه عشان اعرف اللي وين وصلنا الحين، عرفتي يعني حد بحبتين. وشوفي اذا شفتيها شوية قاسية خليها بعد شوي، اما غير عن شي خلاص. سبتي اقول لك مو لا تغيبين عنه، شوفي كيف استوى خلاص يذوب بسرعة. بعد شوي ثانية ثانيتين فيها وخلاص بنشفله. يلا بنات فنشخله وخلاص، ما ياخذ وايد البلاليط مول. شخلنا البلاليط يا بنات، الحين بحط السكر. السكر على حسب ما انتي تبين، كيف انتو تحبون حالي وايد ولا ها، اوكي. في حد من الناس يحبون طعم السكر فيه، نحن لا، يعني يكون نص النص اوكي. بس اخلط المقدار هذا عدل ويلا نرجع للجدر يا بنات، ونحط شوية سمن. هني ما بنستخدم زيت، البلاليط الخبيز يسمون العصيدة هذا كلهم يبغون سمن ما يبغون زيت. طبعا عندي بيض هني بنكسره هني وبتشوفين. حطينا البيض، حط شوية ملح، بتحطين هاي كمية، بتحطين من هاي لأن البلاليط لازم يعتمد على الهال والزعفران. وهذا الزعفران، وحرك البيض بنات في ترامبل يعني. احنا ما بنسوي قرص، احنا بنخلطه ويا البلاليط. في حد من الناس يحمرون البلاليط قبل، نحن لا، في بيتنا هني لا، نحب الشي يعني نفرقه ونعقب نحط له البيض ونبهره بالزعفران والهال وبس. لازم يكون البيض شي بنات. طيب البلاليط ونحطها على البيض. حطيت البلاليط ويا البيض، حطينا له شوية سمن بعد زيادة، حطيت هال زيادة وزعفران، وبخليها الحين على نار هادية. طيب
بنات اذا زين تعرفين اذا قالت السكر اوكي ولا لا، الحين تذوقي في هالمرحله. اذا اوكي اوكي، اذا مو اوكي بتزيدينه وتراوي حراره هذا الجذر بيذوب السكر. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن البلاليط مالنا احنا ناكله بهالطريقه. ما نحب وايد يابس، نحبش حلو وينقمط. اوكي، في الهال، في الزعفران، في السمنه الحلوه، والامور ان شاء الله طيبه.